وبحكي قصص وحكايات عن شي كان وعن شي ما كان، لعله الإنسان يتذكر في يوم من الأيام كان في أيام المحبة، أيام السلام، أيام الأخوة، لما كان الكبير يحترم الصغير، لما الصغير كان يحترم الكبير. الكلمات اللي حكاها ابو العبد رئيس بلديه شفاعمر، مشكور على مجيئك لهذا المهرجان الرائع وبحب اقول لك قبل لحظات كان عندي كمان لقاء معكم واضح. الف شكر وتحيه لكم لكل المسؤولين والمنظمين اللي هم قاموا على هذا المهرجان، واول بلد بارجاء الجليل بيعمل مهرجان الزيتون هي بلدين شفاعمر. والامل الكبير يا اخوان قبل ما نبدا الحكايه، وعد يكون رئيس البلديه والمسؤولين انه هذا اليوم يدوج حتى يبقى على مدى السنين، حتى لما انتم صغار تصيروا كبار تروحوا على كنب الزيتون تدخلوا تلطفوا الزيتونات وترسلوهم عشان تبقوا على مدى الوقود. طيب قديش عمرك اليوم على زيادة؟ 67 سنة. وهيك هل يعني بدنا هيك شعورك أو تحكي لنا ذاكرة صارت معك هيك وأنت صغير هنا بالسوق، متذكر هيك شيء نهفي صارت معك؟ مش متذكر. طيب تحياتنا، شكرا لك. يعني كانت من هالشكل، فات جبتوني الحلاق رئيس بلديه شفاعمر، فات عند ابوي بس كان يعرف انه عنه عده شغلات، خمسين بريسات وقال الاسنان، عامل دكتور عربي وخبار. قال له شو عندك اليوم يا ابن مرتا؟ قال له يا سيدنا اليوم انا عندي بقيم الراس وبركبه. قال له انا اول ما نام فيك يا حنا بدي اقتلع جركم المعلم بولس. لا، قال له شو السيري؟ ما له ابن مرتا. قال له تعال شو بقيم الراس وبركبه. قال له يا زلمه بحل راس البريموس. بحل راس البريموس وبركبه. يعني شو فرقيه بين راس وراس البريموس؟ بعدين الشيء الثاني كان عنده هواية يحنط حيايا. كان يمسك الحيايا ويحطها بأنيني ويحطهم على الطاولة قدامه. يجي واحد يقول له عم أبو شفيق ليش هيك بتعمل هيك؟ يقول له أبوك وأمك بكبسوا خيار وبالفنجان، أنا كمان بسويه مشان الأكل. إيه حنطيك باكل حيايا، مين شوك الحية؟ هذا السؤال. كنا شوي عن ذكرياتك الزيتون، كان الى حد لسه عندي زيتون في عندي بنعمل مع هذا البيت اربع تنكات اكثر. هل ايش مشكلة الزيتون؟ اهميك زيت والزيتون في حياتك كانت هاتي اك. اذا بدي اكل زيت وزعتر بلا زيت زيتون ما بتاكل، بدنا شو شيء ثاني بدك من السلطه كمان زيت زيتون. الناس كيف كانت عن زيت الزيتون؟ بس فيش شيء ثاني. مين؟ كان زيت هذا كان حدا يعرفه بس زيت زيتون. زيت ثاني يعني. قبل كل شيء يكتب زيت الزيتون الاخضر الاسود يفطر فطور اسكى اكل مع زيت الزعفر. زيت الاول. انت بالنسبه لك ايش الزيت والزيتون؟ بالنسبه لي اغلب ايامات بفطر بفطر زيت الزعفر. مع زيت الزيتون اشهر حدا. مواليد سنة 45 وعمي شفيق مواليد سنة 32، وطبعا ذكريات عريقة تقود من جديد بسنة 2012 خلال مهرجان الزيتون ومهرجان إحياء السوق القديم في مدينة شفاعمر.